دلوقتي هنعرف اكتر برضو. انا هقول لكم ممكن نعمل ايه معانا خبير امن المعلومات استاذ احمد السخاوي. مساء الخير حضرتك معايا. اهلا بيك يا استاذ. انا خدت من وقت حضرتك. لا تحت. سامعني؟ اهلا بيك استاذ احمد. اكيد حضرتك عارف الموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده، عايزين نوعي الناس. ممكن حضرتك تشرح لي او ممكن نفيد الناس بايه؟ طيب مبدئيا هو طبعا موضوع مهم جدا، لان بدا يحصل تقريبا يومي مع ناس كتير جدا في مجتمعاتنا هنا. طبعا الرسائل لا بتفرق ما بين حد غني او فقير، حد كبير في السن او صغير في السن، الرسائل طبعا بتتبعت لمعظم الناس بشكل عشوائي. الحقيقه كمان تم رفض الفتره الاخيره بعض طرق النصب اللي للاسف يعني بقت خلاص، يعني بقت شبه يومي كده خلاص مقرر صحيح. علينا طبعا، منها زي ما حضرتك اسلفت الذكر، زي موضوع البنك، زي موضوع البعيد، زي الرسائل اللي بتيجي مثلا باسم حياه كريمه، زي الرسائل التضامن. اللي بتيجي كلها بتبقى متعلقه الحق انت كسبت كذا، او الحق حسابك البنكي او الحق مثلا في يعني مشكله كذا في حسابك، فالحق صحيح. انك تحاول تعملها. وخصوصا كمان ان الفتره الاخيره شفنا في مواقع بدات تكون موجوده، مواقع نصب كلها معمولة قريبة شوية من مواقع البريد المصري، وكان في حتى تحذيرات كبيرة جدا من هيئة البريد بصراحة، كانت رصدت حاجة زي كده، والرصد ده كان يعني يعتبر وقتي على طول أول ما ظهر ما يتعلق بالموقع النصاب ده. فاحنا هنا بنتكلم في فكرة النصب نفسها، احنا نخلي بالنا ازاي، واحنا ممكن أشكال النصب دي تكون ازاي. مبدئيا بنقول إن حاليا، وده للاسف انا من خلال برنامج حضرتك محتاجين ان احنا نتكلم عنه فضل. وهو فكره ان ممكن النصاب يستخدم رقم البنك في الاتصال بيا او في ارسال رساله. طبعا ازاي رقم البنك؟ اللي هو الرقم اللي هياخده مني. لا هقول لحضرتك مبدئيا كل رقم البنك في الغالب يعني الارقام بتاعت البنوك بتكون هوت لاين، والهوت لاين ده بيكون عباره عن خمس ارقام. ايوه بنتكلم هنا ان في تقنيات زي موضوع السبوفنج ده، للاسف ممكن ابعت رساله من رقم اي حد ايا كان هو ايه، اي رقم يجي في بالي. يعني هو ممكن يبعت من رقم برضه رقم هوت لاين؟ دي للاسف موجوده التقنيه دي، اسمها السبوفنج. السبوفنج ده موجود على مستوى او يعني دي مصيبه. بس السبوفنج عشان نوضح للناس هو، طب انا هعرف منين يا استاذ احمد لو ده النصاب ولا ده البنك؟ الطريقه الوحيده لتجنب ده ازاي؟ بس احنا بنقول ان ممكن يجي لك رساله او يجي لك اتصال من نفس رقم البنك اللي حضرتك تابع له. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ بكلم البنك؟ لو شكيت، هو طبعا يعني يفضل في الغالب لما يجي لك اي مكالمه بالطريقه دي اقول له اقفل وانا هتصل. طب ليه؟ انا لما هيجي لي اتصال ممكن هو يكون طريقه السبوفنج ده بالمناسبه يعني ممكن اي حد يتصل من اي حد عن طريق الانترنت بدون ما يمسك تليفون. يعني انا ممكن امسك اللابتوب بتاعي، في تقنيات موجوده حاليا حديثه، يعتبر يعني بدات تكون موجوده، مش حديثه قوي ولكن حديثه بالنسبه لمجتمعاتنا هنا وبالنسبه لمجموعه النصابين دول. بداوا يستخدموها الفتره الاخيره ان يتصل عليا من ارقام ممكن تبقى مشابهه. يعني الافضل انا اقول له معلش اقفل وانا هرجع اكلمك. اقفل وانا هتصل. طيب انا لما هتصل انا فعلا اتصالي نفسه هيوصل للبنك الحقيقي او كان المعلومات بتاع البنك الحقيقي، فبالتبعيه هنا انا منعت نفسي بكل بساطه بدون ما يكون عندي حتى ادنى يعني خلفيه معلوماتيه عن القصه دي، منعت خلاص اذى كبير جدا كان ممكن يحصل معايا، او عمليه نصب انا ممكن اتخدع فيها بطبيعه الحال، لان اللي بيتصل بيا او اللي بيبعت لي رساله ممكن يكون رقم البنك. طبعا هو خلينا بس نوضح انه لا يمت للبنك بصله. وهي القصه كلها هي نوع من انواع الهاكينج، هنخلينا نقول يعني نحطها في النطاق الصحيح. طب استاذ احمد معلش بس لا يمت للواقع او لا يمت لي البنك مثلا. استاذ احمد في لينك برضو بيجي لنا كده بيقول لك دوس على اللينك ده هتلاقي مثلا صور ليك، هتلاقي ان انت كسبت، هتلاقي حاجات كده. اللينك ده ممكن يعمل ايه في تليفوننا؟ هو ممكن يعمل كتير جدا، ممكن يسيطر على التليفون، يفتح بورت داخل التليفون، ممكن رقم اثنين يبدا ان هو يكون برمجيه تنزل او تسيت اب اي حاجه سواء على اللابتوب بتاعي، على التليفون بتاعي، على اي اوبريتنج سيستم زي اندرويد او ويندوز او خلافه. فبالتاكيد اي لينك هدوس. طب ولو دوست، لو دوست وبعدين قلت ايه ده ممكن يبقى هاكر، ازاي الحق نفسي؟ في حاجه ممكن الحق نفسي ولا لا خلاص؟ طبعا
طيب هو يستحسن طبعا يكون عندنا يعني ادنى يعني اساسيات الحمايه، وهي انتي فايروس يكون كويس موجود على التليفون. رقم اثنين، في الحاله دي لو انا دوست على اللينك ممكن يبدا يصيرها بحاجه على التليفون، يفضل هي ممكن ما تحميش قوي ولكن يفضل افصل الانترنت فوري عن الجهاز اللي انا عشان ما يكملش كونكشن. بالظبط، لان ممكن يكون في حاجه بتفتح بورت داخل الجهاز او تفتح اي باك دور على التليفون او على الكمبيوتر بتاعي، باك دور يعني باب خلفي للهاكر يقدر يتحكم في التليفون بتاعي عن طريق الباك دور ده، وممكن من خلاله يدي اوامر للتليفون بتاعي. ففي الحاله دي يستحسن افصل النت، ممكن بيحد شويه او بيعطل الهاكر شويه من انه يدي بعض الاوامر للجهاز عندي. طبعا بعد كده لو حصل هاك بقى فعلا كبير ممكن في هل في اجراء قانوني ممكن اخده مع الناس دي؟ هل ممكن لو مباحث الانترنت رحنا لهم وقلنا لهم كذا كذا كذا، هم هيعرفوا يجيبوا الراجل ده ومكانه والجهاز اللي فتح منه؟ طبعا مباحث الانترنت عندنا هنا فيها يعني مهندسين اكفاء جدا 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 يقدروا ان هم يوصلوا لاي عمليه هاك ممكن تحصل. وبالمناسبه يعني في حالات كتير جدا تم رصدها وتم حلها، يعني تقريبا نسب عاليه. ايوه انا عارفه ده، بس في ناس كتير مش عارفه، عشان كده دايما بقول يا جماعه احنا في دوله فيها قانون، انت هتعرف تجيب حقك. تالت نقول حاجه مهمه قوي يا استاذه صفار، هو ايه الحل البديل بالنسبه له لو هو مش هيتوجه للجهات الرسميه ان هي تقدر تحميه؟ ايه الحل؟ يعني ما هو مفيش حل تاني قدامك، لازم تروح. فبالتبعيه يا جماعه لما حد يحصل له ابتزاز او حد يحصل له اي مشكله في اي وقت توجه لاقرب مركز. طبعا ده الاجراء الانسب ليك فيها. بشكر يعني حضرتك جدا باشمهندس احمد السخاوي، شكرا جدا. تبلغ لان بالتبعيه انت هتبدا تحمي نفسك وتاخد اجراءات صحيحه مش شانها انها تحد من المشكله بتاعتك. شكرا لذوق حضرتك باشمهندس احمد السخاوي، كنت معانا وفدتنا جدا بالمعلومات دي، يا رب تكونوا استفدتوا.